طب انا عايز اسالك على حسين الشحات، لان البعض اتكلم عن اصابه حسين ان هي ممكن تاخد فتره طويله، البعض قال عضله ضمه، البعض الاخر قال الخلفيه. عايزين نعرف حقيقه اصابه حسين الشحات والفتره اللي ممكن يجيبها عن الملاعب. انا عارف ان هي فتره قليله، بس تفاصيل اكتر قولها لنا يا كريم. يمكن اصابه حسين الشحات نقدر نمثلها شويه بعلي معلول. يمكن علي كان عنده تقل، انت عارف في العضله الخلفيه كان تقل بسيط، ما طولش علي معلول بالنسبه ليه الايام ريكفري والجلسات البسيطه. طبعا مشارك زي ما بقول لك بكل جديه في تدريب الامس، في تدريب الجماعي بالكامل. نفس الامر ينطبق على حسين الشحات، هي كلها طبعا حاجات بسيطه لعيبه النادي الاهلي، لكن لو اصابه قويه طبعا اكيد هنكون بنعلن طبعا ان اصابه طويله وممكن تطول سواء ضمه او خلفيه، لكن تقل بسيط واجهاد ده امر خلاص بقى في كره القدم خلاص اتعودنا عليه. حاجه بسيطه احنا بس عشان نطمن جمهور الاهلي يعني. بالظبط 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 يا امير. طبعا كل الامور دي طبعا اكيد الجمهور بيبقى منتظرها بشكل كبير، لان زي ما بناكد كل مره مرحله مهمه والناس كلها عايزه تطمن على كل لعيبه النادي الاهلي. الشحات كمان ينضم له اجاي، يمكن برده الناس اتكلمت ان اجاي عنده حاجه في الخلفيه، لكن اجاي برده اجهاد بسيط جدا، اجهاد عام طبعا مع اللود الكبير والحمل الكبير اللي كان فيه لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله معانا متسع من الوقت كبير جدا ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تستعيد عافيتها من جديد. اي لعيب عنده كرامب، اي لعيب عنده اجهاد، معانا وقت كبير جدا. وكمان بيتسو موسيماني بيحذر لعيبه النادي الاهلي من هذا الامر، في كل تدريب بيقول اي لعيب هيشتكي من اي حاجه بسيطه يقول، لان خلاص مش هيكون متواجد، لان المرحله اللي جايه هي المرحله الاهم. يا رب ان شاء الله باذن الله الايام القادمه والتدريبات القادمه تكون كلها خير على لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في اي امور او اجهادات كبيره على لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لكل جمهور النادي الاهلي اللي بنبارك له اكيد امير من خلالكم، وبارك لكل اللعيبه على تتويج بلقب بطوله الدوري العام رقم 42 وللموسم الخامس على التوالي.